انه عشيرتين من يصير بيناتهم قضيه قتل، العشيره القاتل تاخذ من عشيره تنطي العشيره المقتول الفصليه، احدى النساء وحده او اثنين او ثلاثه بقتها كانت، يتفق على العدد، راح يصير بيناتهم الخوله نسميها، راح هاي النساء راح تخلف، راح يصير من يومهم نسل، فراح يصير بيناتهم روابط عائليه اجتماعيه، راح يصير نسميها الخال وابن الاخت، راح يوقف موضوع الثار. تزوجت هاي البنيه، من تزوجت يعني ما هالشيء قليل يعني، فالبنيه توفت راحت الى رحمه الله بحادث، يعني الحادث مفتعل هي اللي فعلته بنفسه، اي حاله انتحار. بس المشكله يعني صار تكتم على الموضوع وانتهى الموضوع.